قبل أن نبدأ بالشرح نريد نعرف فهرسة مختصرة لهذا الكتاب. لو أردنا أن نفهرس أو نختصر هذا الكتاب نختصر ونقسم هذا الكتاب إلى 10 أقسام. كم قسم؟ 10. سهلة جدا بإذن الله تعالى. القسم الأول مقدمة، والمقدمة تحتوي على 5 أبواب، هذا القسم الأول. الثاني تفسير التوحيد، وفسر التوحيد المؤلف بضده وبضدها تتبين الأشياء. ثم الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله وسبب كفر بني آدم ودحض حجة من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة أو في الجزيرة العربية، الأعمال الشيطانية، أعمال القلوب، الأسماء والصفات. أطول قسم في الكتاب هو القسم التاسع، المناهي اللفظية والألفاظ الشركية وبعض الشركيات، ثم خاتمة الكتاب. أسأل الله يختم لي ولكم بالتوفيق. كم قسم؟ 10. من يعيد الأقسام؟ سبحان الله، يقول ما قلت لمحدث قط أعد عليه. القسم الأول مقدمة، 5 أبواب، عندنا مقدمة وخاتمة، هذه القسمين، تمام؟ مقدمة، ثم تفسير التوحيد، الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله، سبب كفر بني آدم، دحض حجة أو الرد على من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة وفي الجزيرة، الأعمال الشيطانية، أعمال القلوب، الأسماء والصفات، المناهي اللفظية والألفاظ الشركية وبعض الشركيات، والخاتمة. هذه أقسام 10 للكتاب. هذا الكتاب فيه 67 باب. إذا حسبنا الباب الأول، لأن الباب الأول قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس، الباب الأول هذا نريد نسمي الباب الأول باب وجوب التوحيد هكذا. طيب صارت كم باب؟ 67 باب. وكم قسم؟ 10 أقسام.